السلام عليكم. شرحت سابقا في موقعي خدمة اللي هو bushme.to وطريقة الاستفادة من هذه الخدمة. الموضوع هذا راح اشرح اللي هو لأصحاب اللي هو المدونات أو المواقع عموما للاستفادة من هذه الخدمة، إذا خصوصا كنت تملك اللي هو كصاحب موقع جهاز اللي هو الآيفون للتواصل مع زوار موقعك بأسهل طريقة ممكنة. في موقعي أنا حاط اللي هو خدمة اللي هو راسلني، ميزة اللي هو bushme.to عن طريق اللي هو رسالة الصورة هذه نفسها مالت الايفون. إذا دخل زائر يراسلني بأسرع طريقة، أنا حاطه من الضرورة، يعني حاط تنبيه وأرجو أن تكون للضرورة، يعني اللي يشوف المقطع هذا. إذا ضغط على الصورة هذه راح توديه حق صفحتي في اللي هو موقع bushme.to، ويظهر معاه اللي هو محرر اللي هو إضافة الحوار أو الكلام اللي بكتبه. وراح أوريكم السريع شلون طريقة التواصل مثلا الشخص عن طريق خدمة bushme.to إلى اللي هو صاحب الموقع اللي عنده الايفون. راح اكتب هني مثلا مرحبا، انا اعتبر هني في الموقع هني كاني زائر، وهني صاحب الموقع طبعا اللي هو قلنا الايفون. الزائر هني كتب مثلا مرحبا في اللي هو المحرر هني، طبعا عنده خيار اللي هو ارفاق صوره. اذا ضغط اللي هو بوش راح يطلع عنده اللي هو لازم يدخل اسم عشان يبين عندي انا في الايفون الاسم الشخص اللي داز لي. راح نختار بهذا التجربه مثلا في هذه التجربه فهد. حلو، وراح نضغط هو فهد نفسه اللي هو مدش على موقع bushme.to، ضغط له اوكي دز لي الرساله. انا كصاحب موقع راح توصلني الرساله بهذا الشكل. افتح اللي هو الرساله اللي هو عن طريق اللي هو قلنا خدمه bushme.to، واقرا فهد شنو كاتب لي. كاتب لي مرحبا، ايضا انا اقدر ارد عليه واقدر ارفع له صوره. خلنا نكتب له مثلا اهلا وارفق له الصوره، وراح اختار صوره مثلا من الكاميرا اذا مثلا هو طالب من عندي شغله ولا شيء. هذه بس مجرد ميزه، يعني صورنا الكاميرا الكيبورد عفوا، واقول له يوزد وارسل. ارسلت حق فهد، الرد مالي مع الصوره يقدر يشوف الصوره بهذه الطريقه، وكذلك تصير محادثة كاملة بيني وبينه مرة ثانية. يرد علي بلا 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 أي كلام، وأنا أقدر مرة ثانية أقدر أطلع من البرنامج عادي. توصلني رسالة بطريقة اللي هو التنبيه بهذا الشكل view، وأكمل محادثتي معه أي كلام. راح أضغط اللي هو إرسال، وصل الكلام اللي هو اي كلام على قولتهم. وهذه طريقه على قولتهم سهله وممتازه جدا للتواصل بين اللي هو صاحب الموقع وزوار الموقع عن طريق اللي هو خدمه bushme وجهاز الايفون. اتمنى تفيد اللي هو اصحاب المواقع في هذه الاستفاده من هذه الخدمه، وتحياتي.